السلام عليكم ورحمة الله، والصلاة والسلام على رسول الله. وصفتنا اليوم هي منزلة بتنجان أو مسقعة بتنجان على الطريقة الفلسطينية. أنا بس ضفت لها إضافة بسيطة، هذا ذوق شخصي، بتقدروا أنتوا ما تضيفوه، هو الجزر المبروش. عندي هون بتنجان مقلي وبندورة وربندورة وشوية فلفل حلو، عندي كمان فلفل حار للمحبي الفلفل حار، وشوية لحمة مفرومة مقلبة بالبصل، وعندي كمان شوي من الفلفل الملون. مثل ما انتم شايفين، اول شيء اخذت الجزر وبرشته برش ناعم او بمحضر الطعام او بالأداة اللي انتم شايفينها، فرمته ناعم. باخذ طنجرة بحط فيها شوية من زيت الزيتون، واول شيء بقلي الجزر اللي انا فرمته. هون الجزر صراحة بيعطي المنزلة طعم كتير طيب، هيك في شوي من الحلاوة، لأنه مثل ما بتعرفوا الجزر فيه نسبة من السكر. بعد ما بنقلي الجزر بنضيف البصل، سواء بصل عادي أو بصل أخضر. حتى كمان الجزر بيعطي لون مع البندورة بالطبخة هاي، لون كتير حلو. دبلنا البصل مع الجزر، بنضيف بندورة مع تومة. هلأ البندورة هاي والتومة اللي عليها كانت من حلقة سابقة لما عملنا فيها البندورة المتبلة بالتومة على الطريقة الغزاوية، ضل عندي منها شوي فحبيت انه استغلها، فأخذتها وحطيتها مع طبختي اليوم، وكمان حطيت عصير بندورة ومعلقة من معجون البندورة. راح أترك كل هال الخضار يتسبك، البصل والجزر والبندورة، وكمان راح أضيف لحمة، سواء اللحمة مفرومة خشن أو ناعم بمشي الحال على الجنتين. تركتها تتسبك، وطبعا لو نشفت المي بدير شوية مي لحتى تستوي كل الخضار الموجودة. ممكن كمان بالخطوة هاي نضيف مكعب من مرق الدجاج أو اللحم، ممكن كمان نحط بودرة مرق المتوفر هلأ بالأسواق الخضروات، بودرة مرق الخضروات. بعد ما تسبك الخضار كله بنحط البتنجان، بنضيف شوية مي لأنه أنا شايفة إن المي تشربت. بحط على الوجه شرحات من الفلفل الخضرة، صراحة بتعطي طعم وريحة كمان طيبة. بنغطيها وبنتركها تتسبك لمدة 10 دقائق. وهون بعد ما خلصنا سكبناها، وهون عندي منتج وطني لبن بلدنا كتير طيب وكتير زاكي، حابة تجربوا هالطعم اللبن مع المنزلة البتنجان، صراحة طعم كتير زاكي، يعني الواحد كأنه بياكل مثل الفتة. ومثل ما بتعرفوا اللبن كمان مرطب للمعدة. بتمنى تجربوا هالوصفة وتعجبكم يا رب. منزلة بتنجان بالجزر كتير طيبة، جربوها وخبروني. سلام.